شركات دولية كبرى راعية لرياضة كرة القدم وهي كوكاكولا وماكدونالدز وفيزا وبادفايزر تقصف سيب بلاتير رئيس الاتحادية الدولية لهذه الرياضة في تحالف مضارب برأسه. المؤسسات الثلاث تدعوه إلى الاستقالة الفورية من أجل مباشرة إصلاحات شاملة وعميقة وذات مصداقية داخل الاتحادية إثر الفضائح التي أساءت إلى سمعتها وسمعة مسؤوليها والاعتقالات التي طالت منذ نهاية شهر مايو الماضي العديد من قياديها بشبهات الفساد. بلاتير يرد بحزم عن طريق محاميه بأن استقالته في المدى القريب غير واردة. رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم يخضع شخصيا للتحقيق منذ أسبوع في سويسرا بشأن قضية تحويل مليوني فرنك سويسري إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحادية الأوروبية لكرة القدم وخليفته المحتمل. وكان بلاتير أعلن بداية شهر يونيو الماضي أنه مستقيل من منصبه وسيواصل تأدية مهامه إلى غاية انتخابات فبراير المقبل.